ايه يشتغل كل حاجة هو. والله ما فيها شيء. خمسة مو بأساسيين لاعبين، خمسة من الدكة يعني ما يلعبون أساسي أبد. شيء كبير كويسين، واحد سنتر واحد ظهير اثنين وسط. عشرة ها؟ رقم عشرة موجود دكة ما لعب لأنه 2003 مدري 2004. كم مركزكم انتم الحين؟ والله احنا الرابعين قاعدين على المركز الاول. مركزين؟ والله يعني في الفوز اليوم مصلحتكم اذا تعثر الفوقي. تعثر احد ولا هي صعبه انك تعثر احد مر ماشي كنا نمشي احنا واحد كنا نمشي كويس مع بعض بعدين احنا نزلنا ورقفوك كان جانا احنا انحدار مر نزول مستوى كبير مره تعادل ممكن تسع مباريات ورا بعض تعادل ذهاب كنتوا كويسين كويسين خسرنا عادي شفنا انا كنت كويس احسن والحارس احتياطي لاعب هذا لاعب ضد الاهلي بس هذا احتياط الموسم هذا احتياط الاساسي شوف الرقم 22 تفرج على مباراتكم ضد الاهلي من هذا اللاعب؟ ما بعرف كان حارس كيل مو شوف اخر حاجه اخر شيء بدا مباراه هذا هم كلهم كويسين بس هذا افضل هذا طويل هذا شوي قصير نسجل لقطة والله نطقطق على الحكام اليوم مين هذا اللي صنع تور هدف؟ عليهم رقم 10 صح؟ لا السبعة لا ليك يظهر يسار جيد ما شاء الله احنا نصهم يلعبون منتخب يا فارق جيد جدا ما شاء الله قريب من مؤيد باص
فهد ما سمعت ولا كلمة، فما أدري إيش تقول، واضح من بعض حماس قوية.
كنا متصايحان هذه قضية جديدة الحين ها؟ متى بيلعب عليها فريق أول؟ أساس في التمرين فريق أول ما يلعب بابك؟ نعم وين بيلعب يلعب أساسا؟ إي صح ناسي والله على بالي نفس الهلال والشباب لا تسني لا بس بس وين نادي قديم مش القديمة قليل يتمرن بالمنشا جديدة نادر مرة احنا بنلعب بالمنشا الفريق اول بس انه باقي الحين خلصنا النضاء بس باقي المقاعد هم يلعبون فيها ها؟ ممكن الحايل ممكن الموسم الجاي احتمال كبير هي مدرب لا فات سنين ذا مساعد هذا أجنبي مساعد من شاشة تكلم هذا مدرب الناشئين أنتم كل فات سنين أجانب سامع سمعت اشخار ولا شيء يمكن تتابعون النار سلام يجي ماريو
بيك برذر. يلا صدق صدق بس قلت انه ما شفت ما ادري شفت الجوال شفت مش متصور بس قلت ارد عليك. قاعد انا اصور مباراه اذا خلصت ان شاء الله راح اصور. صفر علاء؟ لا 1-0 لكم. سحب الكرة نصور اصبر يا كابتن يا كابتن لو سمحت ولا انزل تحت انت اللي انزل تحت اوريو ابوك ابوك في ابوك اوريو بس هتبدي خير قريب احتمال مو اكيد بس كبير اللي بغير شغله انا منزل انه 80 جيد عادي بس ما يكمل الدقيقه 35 يجي شد خلاص هتلي. كل مباراة كذا متعودين عليها فالتبديل جاهز يكون على طول هذا المحلل كليات هو الضياط كل حاجه هو مساعد مدرب لا هو اساسا انه محلل بس ينزل يعني لياقه وكذا كل واحد وكان شو اسمه قال يوم الجمعه يوم الجمعه قالي قال لي شيك على جوالك شيك على جوالك سوى جبل العلم ما في احد رقم 7 هنا انت يا 24 انا تقول لي ستكون 7 امس كان 7 كان 7 كان 7
الكاميرا حط الكاميرا. ما فيها شيء. الو سهلا. الو غلا ليه طيب موجود عندك مقطع وربوك تعديلات عليه. طيب بتأكد بس انه دقيقة باقي 15 دقيقة ينتهي الشوط بين الشوطين زين ما اقدر اصور الحين. انا قاعد اصور الحين بين الشوطين زين بس باقي 15 دقيقة ينتهي الشوط. يا بين الشوطين زين بك. Je u četvrta minuta imaju dat prvo polovrijeme već do sad 4 komada. A, tamo, ja govorim, jesi. Ne znam, nisam pitan. Jesu, jesu, jer ovo? Ja, zim. Svima je bila plaća. To njima ovo prije ovoga, uvijek je tako. Thank you.
هلا وسهلا، شوف ارسلته بالتليجرام تاكد لي النوع عنه. يا سام الزود عباره هلا اجري
انا جد اللي احنا كتبناه الاول حطيت نفسه تبين نغيره يعني وانت تبين نضيف عليه لا خل وقتي بس انت وين تبي نضيفه فيه شوف اسمع الصورة عندك انت وشوف تأكد لي وعلما وش اللي تبينه اضبطه بالضبط يبش يلا ايش صار عليك فتحتي موضوع ولا انا ما ادري كيف فاتح الموضوع معك ان لابوت يعني تقدرين تروحين الكافي اليوم ولا لا ولا ما قلت لها الحين لابوت احنا بنتهي شطر اول ثم شطر ثاني بنتهي على المغرب ثم بتروش والبس نشوف عن موضعك ان حصل فرصه يا هي بتصير فرصه ملكيه من الاخر ما ادري كل نوادرها حصل يا زينة من فرصة قلت وإن ما حصل خير الحمد لله عمرنا مديد بإذن الله نهيب يوم من الأيام طلع كرة تكفى مؤيد تكفى يا مؤيد يا نكرة اللاعب اللي يمسك الكرة كثير معه خلاص طلع كرة كانت مكان مزحوم ما كانت مكان متاح لك تمشي ها؟ عندنا شوف اللي الاساسي مره سنتر واحد وواحد وسط واحد مهاجم واحد ظهير هذول اللاعبين اللي غيابين عندنا معسكر الكشفي التقني للقصيم ثم من تحت بالتعامل إدارة مرعاية حدود يعني أضيف بس المعسكر الكشفي التقني للقصيم فوق طيب أبشر لا لا يسعدك شوف اكتب المعسكر الكشفي التقني للقصيم بعدين استعطت تعب نفسها
بس بعد ما عسكرت اشوف الاكبر شوي بالتعاون صعب شوي حتى لو لهمت اللون مش شوي بالتعاون صغر شوي وخلونا همث لون الشعر حق المؤسسة المؤسسة والإدارة العامة اللي رصاص غامق عسكر الكشف الدخل المركزي من تحت التعامل إدارة مرحة عندوك إن يضيف أسأل معسكر الكشف الدخل المركزي أبد أبد خذ راحتك وطلع من شابون طالبكم أنا وولادكم الباص ترى هذا بس كذا مبدأ بسريع سريع بس عشان تشوف تبين احطه الماسك حشو تقني كذا مكانه بيمين شوي والباقي تحت تحت نفس كذا بس مو تقريبا يعني كذا ما خلصت الحين
باقي تعديل ووزن الشعارات والكتاب والأرواح. اهم شيء انك توصل الشعارات بالنص، المعسكر يسلم.